جمهورنا الحبيب، حياكم في مسرحية ريوس ابتداء من أول يوم العيد الفطر المبارك على مسرح النادي الأهلي. تعالوا وما بتزعلون. مسرحية ريوس، طبعا مسرحية ريوس هالمرة تناقش قضية وايد 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 غير عن كل مرة، عن مو قضية واحدة، خلنا نقول قضايا وايد وتمس المواطن البحريني بالذات. فياريت ياريت 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 تركزون ويانا شوي لما نتيون وتعرفون احنا ايش نقصد، ترى احنا نبي مصلحتكم ونبي مصلحة احد غير. ريوس جديد اعمالي في عيد رمضان، وكل عام وانت بخير على نادي الاهلي. جمالي صعب صعب. معاكم مساعد مخرج، اشكر مجلة الاعلانية على التغطية، وكل عام وانت بخير.